الحمد لله، هذا فضل من الله. الحمد لله فاتحة مزيان. الحمد لله. شحال عطاك الطبيب؟ شحال اللي عطاك الطبيب؟ شحال عطاك؟ الحمد لله عطاوني عام. ايوا هانتي ندشتي، ما تقلقيش ما تقلقيش، دابا يفاجيها الله، دابا يفاجيها الله. بنيت هاد الأم اللي كانت المهنة ديالها نكافة، نكافة كبيرة في الرباط، ولكن كان الساعة اللي مرض لي الجوج ديالي كانت ديه المستشفى مولاي عبد الله، وكان شاهد ناس غرباء فاش مكناش تطوان العيون. هاد الناس اللي عندهم الأشعة مدات شهر ونص، تيبقاو العيالات مساكن تيباتو غير في الجردة، ولا كيطلبو السيكيريتي، ولا كيطلبو شي فرملية يمشيو معاها، لأن الكرا واعر 1000 ريال في النهار في الليلة، ومدة شهر ولا شهر ونص ناس فقارة لا إله إلا الله. هادشي كله شاهدتو. ما بعد الممات رحمه الله طالعين الفقهاء الأصدقاء ديالو تيقولو الله الله الحاج ابراهيم، رجعوا الخوت، رجعوا الحباب، رجع المال بقى العمل. هنا سمعت بقى العمل، صافي انتهيت من العمل ديالي كامل، وتبعت هالطريق اللي فيها ناس غرابة، نفتح بيتي ندخلهم نرضيهم نساعدهم. الحمد لله عاوني الله. صات شي حاجة مدام حيا انا راه مستعده ان شاء الله. الحمد لله الشكر لله. جيتي عندنا منين؟ بلاد من طنجه. الشفاء العاجل، ارتحيتي؟ الماء سخون كان والله. يوصلك عند وليداتك بخير وعلى خير، تفضل منا. الحمد لله، الله يجعل هذه الجمعة مباركة علينا جميعا. أول نهار درت نقدر نقول لك 180 اللي كارت في جيت، وتنفرق في تي تاكسي، كنفرق في مولاي عبد الله، تنفرق على العيالات اللي قاعدين في الحديقة، على السيكيريتي، الأطباء، فراملي اللي لقيتو كنعطيه صافي. وجيت نقدر نقول لك جبت 10 ولا 12 اول نهار، ومن بعد شي كيقول هادشي شي تيقول هادشي. الحميدين الشاكرين، تا اش غنقول لك، الملايين اللي داجو في هاد المعقر، الملايين ديال العيالات اللي داجو مدات 11 عام، راه ماشي ساهله بنيتي. كل يوم فيه 20 26 30 34، وعمرات ليا هاد الدار، وكريت دار اخرى ب 80 بالما بالضو، 80,000 ريال الشهر، فيها 5 البيوت، كلشي جاهز فيها، كلشي جديد من فضل الله والمحسنين. انا فتحت باب واحد، ولاني الله فتح بيبان. سبحان الله سبحان الله. اليوم تتصبح عندي 30 مرة بخير الحمد لله من فضل الله، جميع المحسنين اللي باينين واللي ما باينينش جزاهم الله بخير. واحد العادات اللي تشافى الحمد لله، واحد العادات اللي مشى العمره، 6 العيالات اللي مشاو العمره بالمجان الحمد لله والشكر لله. هذا فضل من الله. كتدخل المراه عامرين عينيها بالدموع، كتدخل المراه ما قداتش توقف، سخفانه كتقول يا ريت غدا غتموت، يا ريت صافي السلطان، ما كاين اخر نهايه واخر مرض السلطان. يا بنيتي لا اله الا الله، انا الا هو انا اليه راجعون. كتبات داك النهار كتصبح وريضه عاديه، كتجول ديك السخفه ديك الدمعه تهبط، الاكل والشراب والمبيت والتنقل بالمجان، كتحس ما خاصها حتى حاجه. اميها سخونه كاينه، الحمام كاين، كل شيء كاين،
هذا فضل من الله، هذه نعمة الله، وعلى المحسنين وعلى الموتى اللي ماتوا في هذا البيت في المستشفى وفي ديورهم. كنتمناو لهم الجنة النعيمة إن شاء الله. الله يجعل هذه الجامعة مباركة علينا جميعا، والحمد لله والشكر لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله والشكر لله. سلام على رسول الله يا الشاهد جاه سيدنا محمد، الله مع الشاهد العالي. شكرا 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 شكرا، الله يسر لكم صحة جديدة إن شاء الله، صحة جديدة إن شاء الله. هاد المريضات اللي عندنا كنساعدوهم بهاد الأدوية ديال داك الصديد إلا كان عندهم في الليل، شي دواء اللي كيكون ماشي فوق 10,000 ريال نقدروا نشريوه ونساعدوهم ونرضيوهم. أما شي دواء 80 و60 و70 راه ما تنقدوش ناخدوها. واللي كنتمنى كنشكر جميع المحسنين شرقا وغربا، وكنتمنى شي مقر كبير لان كاريه ب 80 راه لا اله الا الله، راه 80 لا اله الا الله، راه تنتمنى ان شاء الله شي يد المساعده.